أميرة، اسلقي الفراخ كويس قبل ما تحمريها. فراخ ايه يا حاجه؟ هما شويه الهياكل دول نسميهم فراخ؟ طب وعايزاني بقى احمرهم بايه؟ لا في سمنه ولا في زيت. انت عايشه الوهم. لا هي مش عايشه الوهم، هي عايشه كاني، يعني كاني في فراخ، كاني في سمنه، كاني في زيت، كاني في لحمه كده، يعني كاني في خروف العيد. مش كده يا استاذ صبحي؟ الا عمرك ما دخلت عليا بمعزم. لا ده انت خيال اهلك راح لبعيد قوي، كان دي ما تنفعش في حاله الخرفان والمعيز. ده الخروف اللي دايس عليه الترماي رايح جاي اقله ب 900 جنيه، يعني قد اللي انا بكسبه في السنه كلها. احنا خلاص هنمشيها زي السنه اللي فاتت. يا خرابي، يعني ايه؟ حاطط لي العيال كده يجروا على العربيات اللي بتوزع اللحمه في الشارع؟ الكلام ده كان السنه اللي قبلها. السنه اللي فاتت ربنا كرمني بزبون وصلته طنطا، وانا جاي جبت لكم كبده الخروف حته من قطره. هتنكري؟ طب وهدوم العيد بتاعت العيال برضه بعيد عن خيال اهلي؟ ان شاء الله محلوله، هبقى اخد العيال في جوله حره قدام الفاترين افرجهم على الهدوم، مع اني سامع ان السنه دي هتبقى الفرجه بفلوس والعيد فرحه. لا يا اخويا، العيد نكبه، اكبر نكبه. ليه يا حبيبتي؟ ما احنا سمعنا ان انت هتنطقي في السيما. مال ده امال العيد؟ مش فاهم. ازاي بقى؟ يعني هيجيلك قرشين حلوين قبل العيد تشبرقينا بيهم؟ ولو فيك خير وبتحب امك يا فوزيه تجيبي لنا بوتاجاز فرن بدل المسطح ده، وما تقوليش لجوزك لا يضربك ولا حاجه. ياما انت احلامك بسيطه قوي. بوتاجاز فرن ايه؟ لا انا هجيب لك فيلا في العين السخنه، وهيبقى فيها 2 حمام سباحه، واحد متغطي والتاني عريان، واوعدك يعني ان هي هيكون فيها ملاهي مائيه وجناين وحاجات كده كتير قوي. وما تنسيش يا فوزيه وحياه رحمه ابوكي ملاعب الجولف، 3 ملاعب، عشان انا ما بعرفش اعيش من غير ملاعب الجولف. عارفه يا اخويا، الله يقويك. على اذنك يا ماما، عشان هحجزها لك. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا حبيبتي. سلام يا سمير. سلام يا اختي. النبي يا اخويا انا مكسوفه منك، يعني مش عارفه اقول لك ايه. ايه يا فوزيه ما تتكسفيش، قولي عايزه ايه؟ اصل الدور محتاج بنطلون وبادي، يعني هو لو ممكن يعني. بصراحه مش ممكن، بس اخوك على الحديده، حتى الحديده اشتكت من كتر. خلاص خلاص ما فيش مشكله. خلاص استني ما انا بكلمك، ان شاء الله ربك هيدبرها. قولي لي بقى فوز عايزه كام؟ 150 جنيه. 150 جنيه؟ لا لا بسيطه ان شاء الله. وهتعوزيهم على امتى؟ التصوير يوم السبت الجاي يا اخويا. من عينيا الاثنين، يوم الجمعه اعدي عليك وادهم لك. بجد؟ ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب وما يحرجكش لحد ابدا. على مهلك يا فوزيه، ربنا يسعد ايامك يا بنتي. شد حيلك يا ام محمد. بقول لك يا شيخ مصباح، انا ما عرفتش اتكلم معاك، يعني والواد الجحش كان موجود على قهوه. ايه خير يا حجوري؟ في ايه؟ انا بصراحه سمعت يعني ان انت زملكاوي قديم ومتاصل من ايام العارضه الخشب. انا زملكاوي يا راجل؟ ده انا علاقتي بالكوره عموما كده زي علاقتي باولاد الزوات. اولاد الزوات ايه بس يا شيخ مصباح؟ ده انت ابو المروءه والشهامه والجدعانه كلها. وبعدين يا شيخ مصباح ما يرضكش يعني ان احنا نقعد نكسكس ونجيب برشيدل ورا. احنا مين يا ولد؟ انت بتتكلم بالنيابه عن الزمالك؟ ايوه الزمالك يا شيخ مصباح. الشبكه بقت حصاله، الحاله بقت مدعضعه، الهزائم نازله ترف علينا زي المطر. يا شيخ مصباح العدوين شمتانين، شوف لنا حل. والله انا من رايي ان اللي بيشمتوا دول المفروض يشفقوا عليكم. يعني بقول لك يا شيخ مصباح، تفتكر بيني وبينك يعني ايه السبب في الحاله اللي احنا وصلنا لها دي؟ والله يا ولا انا شايف انكم بتلعبوا يعني بطريقه يا بخت من بات مغلوب ولا بات غالب. لا 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 معلش يا شيخ مصباح، قلشت منك المره دي. امال يعني تفتكر ايه السبب يا ولا؟ تشجيع، تشجيع ناقص يا شيخ مصباح. ايد لوحدها ما تسقفش، انا لوحدي مش كفايه، الفريق محتاج ناس تشجعه بجد. على فكره يا شيخ مصباح، انا قلت لهم كده وقالوا لي براو عليك يا ده حنجوري. هم مين دول؟ مجلس الاداره. وهم يا شيخ مصباح كلفوني بصفتي زعيم الهتيفه ان انا اشوف لهم حل. قلت لهم تاهت والإلهة، هم عندهم الشيخ حسن واحنا عندنا الشيخ مصباح، ومصباح مصباح مصباح مصباح. يا زلمي يا زلمي يا زلمي يا زلمي. طب الشيخ حسن بيغني للفوز، انا هغني للهزيمه؟ هزيمه ايه بتقولها في وش الايه تاني يا شيخ مصباح؟ انا هفهمك، اغانيك ديت لما تكون معايا في الاستداد هي اللي هتخلي الجمهور كده يتشجع يولع، اللعيب يحس ان هو اشرف بعض، يجيب اجوان، نغلب نفوز نفرح. ها وبعدين؟ انا هغني وبعدين انتوا تفوزوا وبعدين؟ وبعدين ناخد الدوري والكاس وبطولة افريقيا. وخدنا بقى الدوري والكاس وبطولة افريقيا. ها انا بقى كسبت ايه بقى؟ انا هقول لك لقمة زي الشهد يا شيخ مصباح، في كل ماتش حتة بعشرة، انت 5 وانا 5.
استبينا؟ طبعا استبينا يا ولد. على قولك يا ولد، انا زملكاوي من قديم الازل، من زمان 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 يا سلام، من ايام ما كان في النادي ده الاستاذ مختار التيتش الله يرحمك يا مايسترو. والله النادي ما شاف خير من بعده ابدا. بص يا علي حجوري، انا من هنا، من هنا من القهوه دي موعدك ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري والكاس في ماتش واحد وكمان هناخد الاستاد. الزمالك راجع تاني بعد ما راح، بعد ما شجع لينا عم الشيخ مصباح. الزمالك راجع تاني بعد ما راح، بعد ما شجع لينا عم الشيخ مصباح.